مساء الخير متابعين، أهلا بكم إلى نشرة الأحوال الجوية 24 ساعة القادمة. هذه الليلة يستقر الطقس ولكنه يبقى باردا في أغلب المناطق مع ظهور بعض السحب والغيوم. لا يستبعد تشكل الصقيع في ساعات متأخرة من هذه الليلة في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية وقمم جبال الشرارة. تسجل درجة حرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان حوالي 6 درجات مئوية مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة أحيانا. نهار يوم غد الأحد يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح بذلك درجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. الطقس يكون إجمالا باردا نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور لكميات من السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى والشرقية. هناك احتمال أن تتعرض أقصى الأطراف الشمالية للمملكة لبعض الزخات من الأمطار في أوقات معينة من النهار، لكن يكون الطقس مستقرا في أغلب المناطق. درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، نبدأها شمالا من إربد، المتوقع أن تسجل ما بين 12 إلى 14 فلن 8، جرش 15 9 عجلون 12 إلى 8، وفي المفرق 14 إلى 7 درجات مئوية. في الزرقاء 15-7، السلطة 12-9، العاصمة عمان 12-7، مادبة 13-7، وفي البحر الميت من 23 إلى 14 درجة مئوية. جنوبا في معان تكون 15-6، شرع 11-6، طفيلة 14-9، الكرك 13-8، وفي العقبة من 25 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 18 درجة مئوية. المناطق الشرقية رويشت 17-6، الصفاوي 16-5، وفي الأزرق من 17 إلى 7 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى الساعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.